وسع يا عم الحاج للانتصارات، وسع يا عم الحاج للبعبع جالك من تاني. وفعلا النادي الاهلي يفوز النهارده بثلاثيه كارثيه في بدايه المشوار الافريقي. في ايه يا عم دودي؟ مالك منسجم للحياه كده ليه؟ علشان بصراحه لما الواحد بيتفرج على النادي الاهلي، انا قلت لكم مليون مره، الواحد بيكون بيخرج بعد الماتش تحس اللي هو اللي كان بيلعب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب دود سبورتي اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وعوده الانتصارات للنادي الاهلي. قبل ما نخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه باذن الله تعالى، ومستمر بدعمكم ليا باذن الله، واكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، طول ما انا مجتهد ربنا هيديني، طول ما انا بجتهد في شغلي ربنا هيديني. طب النادي الاهلي بيجتهد عشان ربنا يديله ويكسب ويسعد جمهوره. النادي الاهلي يفوز على جورماهيا الكيني في وسط ملعبه وفي وسط رجالته، في وسط ملعبه وفي وسط رجالته وفي وسط المحيط الاطلنطي، يفوز بثلاثيه كارثيه في الانتصاريه. والاهلي ملك الثلاثه زي ما احنا عارفين. النهارده عايزين نتكلم على بعض الحته الفنيه، يعني بثلاثيه كارثيه ونتكلم على بعض الحتت الفنيه. الهدف الاول رامي ربيعه، الثاني والثالث بيرسي تاو، توتا وتاو وناونا وناو، والرقصه والحته والافشخانات الجديده. طبعا النادي الاهلي يعود للانتصارات بفوز قوي جدا، وداخل المساله بقوه تركيز مش طبيعيه. ثم النادي الاهلي في وقت قليل يقدر يخش في مود يحيى عطية الله، في مود اللقاء، ثم إمام عاشور، كل الناس أو كل اللعيبة تحس اللي كانت بتلعب على قد إمكانياتها، لكن بخبراتها قدر يكسب النادي الأهلي النهاردة على جورماهيا في ظل، في ظل، ودي أهم شيء بنتكلم عليها في حلقة اليوم، اللي هي الرطوبة العالية والجو الحر اللي دايما جورماهيا متعود عليه هناك في افريقيا. لكن النادي الاهلي لما يجي يكسب بيكسب بخبراته. النهارده اكرم توفيق نجم من نجوم المباراه. طبعا النهارده المتعه والاثاره والراتب والعقود والفلوس والكتاكيت بتخلي اللاعب ينت بمعنى الكلمه. علشان كده النادي الاهلي لازما زي ما بنقول وبنحكي وبنعبر وبنقول كل الاشياء الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، وبنقول له احنا ملك، انت ملك الثلاثات، وبالفعل انت فعلا ملك الثلاثات، عشان نعرف نتفرج ونتمتع ونمتع الاجواء والمتعه والاثاره، واللي هينها هيمرجحه، واللي هيطوله هيزرفوا له، واللي هيطوله هيحطوه له، وهتبقى ليله كوبيا. النادي الاهلي، النادي الاهلي بياكد وبيدي انذار لاي حد هيقابله. أنا زملكاوي بقول لك، ويعود من جديد علشان بثلاثية تكون في الأخبار السعيد. وبالفعل النهارده النادي الأهلي يفوز على جورماهيا بثلاثية نظيفة في وسط ملعبه وأجواء صعبة جدا ورطوبة عالية جدا، والنادي الأهلي النهارده يقدر يفرح ال 70 80 مليون النهارده بالفوز. وبالفعل قدر يفرح ال 70 80 مليون النادي الأهلي. يا جماعة قلت لكم التيشيرت الاحمر بيخوف اي حد، والناس ما صدقتنيش. علشان كده النهارده الحلقه بتاعت النهارده انا طالع فيها لابس تيشيرت احمر عشان الناس تخاف مني. شفت ازاي يا عم دودي؟ ما هو بالفعل طول ما انت لابس التيشيرت الاحمر ده هتبقى مختلف تماما، هتبقى مختلف تماما، وهتنط 30 40 خطوه. مدير فني على اعلى مستوى، لعيبه واخده المساله بجديه، لعيبه مركزه، لعيبه ما بتهيسي، لعيبه ما بتهلسي، لعيبه ما بتكسبش بالعافيه، لعيبه ما عندهاش حد طلع معاش، لعيبه ما عندهاش مدير فني بيجيب لبس من عند عم ابو سيد بتاع 2 جنيه ونص، حاجات كده غريبه. النهارده شكل النادي الاهلي شكله حلو في الملعب، كنقل كوره، كتحرك من غير كوره، كتغيير تغيير في ملعب، كعكسيات، كانفرادات، كسروهات، ككل شيء. النهارده يفوز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفيه كارثيه في ديحيه بلويه اي حاجه تتخيلها.
النادي الاهلي يفوز النهارده في بدايه المشوار الافريقي لدوري الابطال افريقيا، ويفوز على جورماهيا بثلاثيه، ويقترب للعوده وللصعود الى دور ال 16 دوري ابطال افريقيا. وبس كده اكون وصلت لنهايه حلقتي، بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت تعمل اشتراك للقناه، وانا مستمر بدعمك باذن الله تعالى، وان شاء الله باذن الله انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدوت سبارت. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقولش دلوقتي هتبقى، خلي عندنا بنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.